بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، كل عام وانتم بخير. النهاردة أنا طلعت لقيت عندي طيرة بتبيض بيضة واحدة في عش، وعش تاني بتبيض بيضتين. فطبعا العلاج على طول، ما تفكرش تيجي متوقع الله ورايح الصيدلية جايب شريط، أو عندك الحمامة على الطال مش عاوزة تبيض، كل يوم تخش الخن بتاعها وما بتبيضش، او كل يوم بتخش العيش بتاعها وما بتبيضش على طول، تعرف اللي عندها نقص في الغذاء وعندها هرمونات ناقصة. طبعا تتوجه للصيدلية على طول وتجيب شريط اوميجا 3 بلس. اوميجا 3 بلس ده اوميجا 3 بلس جيلاتين، حبوب جيلاتينية، ب 13 جنيه في الصيدلية على طول. تيجي ماسك هي دي الطيرة اللي عندي، الطيرة لقيتها بتبيض بيضة واحدة. طبعا على طول عرفت اللي عندها نقص، وده مكمل غذائي زيت السمك، ده مكمل غذائي زيت السمك اوميجا 3 بلس. هتدي الطيرة ان شاء الله لمدة 5 ايام، خمس كبسولات، يعني كل يوم كبسولة. في ناس بترجح ان هي تسحب السرنجة وتديها للطيرة، وفي ناس بتديها لها على وضعها كده. انا من رأيي اللي هي تتاخد على وضعها، لانها هي حبوب جيلاتينية، اول ما بتخش معدة الحمامة على طول بتهضمها ان شاء الله. يعني كل يوم هتدي الطيرة 5 كبسولات لمدة 5 أيام إن شاء الله، زي ما انتم شايفين كده، 5 كبسولات. تمسك الطيرة كده، هاي بسم الله، بسم الله الشافي، وإن شاء الله الطيرة إن شاء الله هتشتغل، مش هتقطع بيض تاني إن شاء الله لمدة 5 أيام. وبعد كده تدخلها على الذكر إن شاء الله، بعد كده تدخلها على الذكر. لو انت حاجزها لوحدها هي اللي هتخش على الذكر، مش الذكر اللي هيخش عليها. اما لو سيبهم مع بعض، طبعا انتوا عارفين الحمام اللحم بيحب يعيش في مجموعات، فانا سايبهم على بعض يعني الصراحة. وما تترددش، ب 13 جنيه، ده اسرع طريقة لعلاج الحمام العطال او الحمام اللي بيبيض بيضة واحدة. اوميجا 3 بلس 13 جنيه زيت سمك لمدة 5 أيام، كل يوم كبسولة زي ما حضراتكم شايفين كده. وإن شاء الله إن شاء الله الحمامة هتشتغل تاني وهترجع زي الأول وأحسن. وربنا يبارك لكم في خيركم يا رب، وكل عام وأنتم بخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله.